بيوم عيد الأم بدنا نعيد على جميع الأمهات يلي دائماً هنن عمود وسند لك الابن وابنة، وأكيد شو محكينا منكون دائماً مقصرين بحق هيك إنسانة كرست حياتها بسبيل تلبية رسالة رب العالمين بتربية الأولاد وتعليمهم وإرشادهم للطريق الصحيح. وبهيك يوم ببلشوا الأولاد بتقديم الهدايا لأمهاتهم، مظهرين من خلالهم المحبة والإلفة والمشاعر الإيجابية الجياشة. ولكن بهيك يوم تختلف عادات الاحتفال بعيد الأم حول العالم. فمثلا اليابان، باليابان يطلق على اليوم العالمي للأم اسم هاها نوهاي، وبيقوم الأبناء بطبخ المأكولات المحببة لأمهاتهم وبيقدموها مع بعض الورود والقرنفل الأحمر تعبيرا عن حبهم إلى. أما بالسويد، من أهم معالم الاحتفال بعيد الأم بالسويد هو بقاء السيدات السويديات مستلقيات بالفراش، ما بيعملوا أي شيء طوال اليوم سوى طلب كل شيء بيحبوا، وعلى الجميع قبول طلباتهم وتنفيذها. أما بالمكسيك فهنن أحد أكثر شعوب العالم حبهم لأمهاتهم، بحيث بتحتفل الدولة رسمياً بتوقف جميع مصالحها عن العمل وتكسى الشوارع والميادين بالورود والأزهار الملونة والألوان المبهجة. أما بالباكستان فمن أغرب الاحتفالات اللي تقام بها المناسبة هو الاحتفال الديني الضخم يلي بيقيموه الباكستانيين للاحتفال بجميع الأمهات يلي فارقوا الحياة كتعبير إلهم عن افتقادهم، وتأكيد أنهم ما زالوا عم يذكروهم وعم يقدروا كل شيء قدموه من عطاء من قبل، مع تنظيم صلاة ضخمة على أرواح الأمهات المتوفيات. وبنهاية اليوم تتوزع الهدايا والمساعدات على الفقراء والمحتاجين. أما بالهند فبيختلف الاحتفال بعيد الأم عن كل الأعياد بكل العالم، لأنه بيحتفلوا فيه بشهر مايو أيار بإهداء الأم المال وغسل ملابسها تكريما لإلى. ننتقل مع بعض على فرنسا يلي بيحتفلوا بعيد الأم بآخر يوم أحد من شهر مايو، بحيث بيتم الاحتفال فيه على أنه عيد للأسرة، وبتلتف الأسرة كلياتها حول المائدة لتناول وجبة شهية وتوزيع الحلوى. وختاما بننتقل عند أثيوبيا. ما بيرتبط عيد الأم بأثيوبيا بيوم محدد، وإنما بيكون على حسب الانتهاء من الموسم الشتوي الممطر، بحيث بيأتي الأبناء حاملين الهدايا والفاكهة والأطعمة الشهية للأمهات وبيدهنوا نفسهم بالزبدة. هيك كان تقريرنا متنوع حول مناطق العالم وطريقة احتفالهم بعيد الأم. ومن شاشة سما الفضائية كل عام وجميع الأمهات بألف خير.